اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنجِ إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبِّت إيمانهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، ووحد صفوفهم. اللهم تقبل منهم الشهداء، واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد رميهم، ووحد صفوفهم، وجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين،
الأقصى من اليهود الغاصبين واجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم 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 يا الله اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.